جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وتم خلال الاتصال الهاتفي تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الميمونة على الشعبين والبلدين الشقيقين بالمزيد من الازدهار والرفعه والتقدم وعلى الامتين العربيه والاسلاميه بالخير واليمن والبركات